الاعراض كاين بزاف، اولا كاين بزاف الانواع ديال الصرع، ولكن لا غادي نلخصوا الاعراض، غادي نلخصوها في ثلاثه ديال الحالات اللي اساسيه. الحاله الاولى اللي تسموها بالنوبه الكبرى، النوبه العامه، لا غروند كريز ولا لا كريز جينيراليزي. هاد النوبه تجي اولا تتبدا بواحد التشنجات اللي تتقيس اللي تتهم العضلات ديال الانسان كلها، ابتداء من العنق ومرورا بالكتفين الدرعين الى اسفل الجسم. تتبع هاد التشنجات تتبعها واحد الفتره ديال الهزات. اذا في هاد الفتره المريض تيبدا يتهز، تيبدا يخبط على مستوى العضلات كذلك كامله ديال الجسم. وفي المرحله الاخيره، المرحله الثالثه، تيدخل المريض في واحد الحاله ديال غيبوبه، وتيمكن لنا نلاحظوا في ديك الغيبوبه مع استرخاء عام ديال دوك العضلات كاملين، ثم تيمكن نلاحظوا يعني على اعراض اخرين، مثلا تيبقى يخرج ليه الكشكوشه في فمو، تيفزك حوايجو الى اخره. دونك هذه اللي معروفه العالم، اللي معروفه بالنوبه العامه. الى جانب النوبه العامه تيمكن لينا نشوفوا ما يسمى بالنوبات الجزئيه او النوبات الموضعيه. راه هنا المريض تيحافظ على الوعي ديالو، تيكون تيشعر، انما هاد الهزات العضليه تتهم غير واحد المجموعه ديال العضلات، مثلا اما اليد او الرجل او الفم او العين او النص ديال الوجه. اذا تتكون جزئيه وتعيشها المريض. يمكن لها تكون كذلك على شكل احساسات او اضطرابات حواسيه. ففجاه تيجيب ليه الله، تيشوف شي حاجه هي ما كايناش، يبقى صور، ثم على مدى بعد الثواني تيرجع للطبيعه ديالو. دونك هادو النوبات، ما يسمى بالنوبات الجزئيه. ويمكن تكون فيها حتى اضطرابات في السلوك. يجي واحد الفتره معينه بضعه ثواني السلوك ديالو تيتغير، التصرف ديالو، ثم تيرجع للطبيعه ديالو. هذه حتى هي تتكون نوبه جزئيه. الور الشكل الثالث اللي تيهم بالخصوص الاطفال، وهما اللي تنسميو وتنطلقوا عليه نوبه الغياب. هذه تتهم بالخصوص الاطفال، وتعيشوها، وتيمكن لها توقع في المدرسه، تيمكن لها توقع في الزنقه لما تيكون تيلعب، او في الدار لما تيكون يقرا او تياكل الى اخره. تجي على شكل واحد التوقف، تيكون ذاك الطفل ما عليه ما به، فجاه تيتوقف على الانشطه ديالو كامله، ما تيطيحش بحال النوع الاول، انما تيتوقف بدون حركه، والنظر ديالو، البصر ديالو تيبقى ياخذ واحد الاتجاه. يعني واخا تكلم معاه، واخا هذا، ما كاين حتى شي رد الفعل. تدوز بعد الثواني وبعض المرات حتى دقيقه او جوج، وتيرجع كانه شيئا لم يكن.